طيب ده وارد يعني. حلو جدا. ازاي وزارة التموين بتحدد نسبة اذا كان الاوكازيون ده صحيح او غير صحيح؟ ازاي بتراجع وهي بتحدد السوق في ان هو ما ينصبش على الناس؟ هو طالما حصل على التصريح يمكن التوجيهات مع الدكتور معالي الدكتور علي مصلحي ومعالي وزير التموين التجارة الداخلية ان التصريح ده بدون اي رسوم وبدون اي مصاريف ادارية هو بتقدم للمديرية بياخد التصريح في اقل من ساعة. يعني في تسهيلات جامدة جدا لان في غرفة عمليات في جميع المحافظات والمديرية. طالما خد التصريح هو توجه للمحل بيحط الاسعار قبل الاوكازيون وبعد الاوكازيون او بمعنى اخر اللي هو السعر قبل الخصم او بعد الخصم. السعر اللي هو قبل الخصم اللي هو كان قبل الاوكازيون. هنا في دور للمواطن او المستهلك ان هو بيشوف السعر الموجود على القطعة ويشوف السعر اللي اتضرب على الكاشير. عشان برضو ما يحصلش هنا غش. ويتأكد من الجودة وبتأكد ان السلعة غير معيبة واللون والقطع قبل ما يمشي. وانه ياخد فاتورة. ما ينفعش بقى عشان لو حصل اي مشكلة زي ما حضرتك اشرت دلوقتي احنا بنرجع من خلال الفاتورة بياخد حقه. الحاجة التانية ما ياخدش بقى من واحد عارض شوية ملابس على عربية في الشارع او بايع متجول ممكن يبيعهم ويمشي يكون فيها سلع معيبة. لا بياخد من مكان بياخد فاتورة. دي حاجة. احنا كدور وزارة التموين او قطاع التجارة الداخلية تكثيف الحملات في خلال هذه الفترة لمنع الغش والتدليس على المستهلك من خلال اول حاجة الاعلان عن الاسعار. لازم يعلن الاسعار اللي هو قبل خصم وبعد خصم. اثنين لازم عدم البيع بأزر من السعر المعلن. زي ما قلت لحضرتك ما يبقاش أزر من السعر المعلن. نمرة ثلاثة إصدار فاتورة للمواطن. نمرة أربعة أن تكون السلعة بنفس المواصفات والجودة التي كانت عليها قبل الأوكازيون. يعني ممنوع بالعربي كده ممنوع عرض أي سلع معيبة خلال فترة الأوكازيون. نخش بقى على الاوكازيون الوهم اللي حضرتك قلت عليه. في ناس يقول لك القطع 120 بدل 180 وهي اصلا يعني برضو احنا النهارده في تقدم مفتشين قدام مفتشين كبيره وفي حاجه اسمها اداره البيوع عندنا والمنسوجات بتوجه المحل بيتم المرور على المحلات. اول حاجه يشوفوا مشترك في الاوكازيون ولا التصريح وده برضو مهمه جدا. تاني حاجه بيطلع على الفواتير. النهارده بقت الفواتير رقميه النهارده وبقت الفواتير كمبيوتر. بيشوف السعر قبل الاوكازيون قد ايه في الفواتير او على الباركود الموجود على الجهاز وبيطبقه على الخصم اللي حصل. شوف نسبه الخصم حقيقيه. لا لو هذا المحل ما التزمش طبعا هقول لك في غرامات كبيره جدا. انت عارف القضاء النهارده بقى سريع والريتم بقى سريع النهارده والاحكام بقت رضعه ده ممكن يصل من 500 الف الى مليون جنيه ومصادره البضاعه. طبعا انا يعني في محل ضحك عليا وعمل معايا مشكله وكده اروح لمين يعني الجأ؟ محل في اربع وسائل. نمرة واحد دخلت الفاتورة. عندنا التواصل الاجتماعي مش هقول لك المرصد دي اعلامي شغال على التواصل الاجتماعي. اتنين عندنا نموذج للشكاوى واحد بيجي يتوجه على طول بيعمل شكاوى بتتم حلها فورا. في الخط الساخن 16 16 528 ده مع مجلس الوزراء احنا متصلت على طول الشكاوى دي. يعني مش عايز اقول لك يعني الموضوع مفتوح في 24 ساعة. وفي 19588 احنا وجهاز حماية المستهلك والمديريات والرقابة والإدارات والمكاتب والمباحث التموين كلنا بنعمل في سياق واحد من أجل المواطن وتحت مظلة معالي الوزير الدكتور علي مصلح اللي هو وزير التموين والتجارة الداخلية. لأن قطاع التجارة الداخلية تكثيف الحملات في هذه الفترة يعني بصورة مش عادية لمنع التلاعب لمنع واحد برضه يكون مشترك في عامل أوكازيون وهو مش مشترك لمنع إن هو يعمل أوكازيون وهمي. ويمكن يعني بنضبط برضه في حدود من 30 ل 35 محل كده اللي هو بيعمل اوكازيون. طبعا الغرامات بقت رادعه. اول بيسئل سمعته ما عادش ممكن ما يخش في الاوكازيون تاني لو تكرر هذا الموضوع اكثر مره. فلازم النهارده التصريح بيحصل عليه ببلاش وبدون مصاريف واقل من ساعه. طب ليه دخل نفسه؟ في ضوابط وشروط في ضوابط طبعا عشان تحصل على التصريح. حضرتك الرخصه والسجل والبطاقه الضريبيه ويكون يعني حسن السمعه وكان عنده تخفيضات حقيقيه. لان احنا بنطلع على الفواتير بنشوف في تخفيضات حقيقيه ولا لا. طب ازاي انا كمواطن اعرف اذا كان المحل ده عنده تصريح او ما عندوش تصريح؟ لا ما من شروط اول ما بياخد التصريح بيعلقه ولازم يعلق بقى حاجه يعني علامه ان هو مشترك معانا في التصريح اللي هو التخفيضات كلمه سيل ومع حاطط التصريح في مكان بارز مغلفه حاطط التصريح. يعني من ضمن الشروط الحصول على التصريح هو الاعلان عنه داخل المحل. داخل عنه بيكون متعلق في مكان بارز عشان اي حد يخش في وقت يلاقي التصريح.